مساء الخير مشاهدينا، مساء المحبة، مساء النشاط. أهلا بكم بندوة الخط العربي. اليوم حنكمل حديثنا عن خط النسخ، هذا الخط اللي هو خط الطباعة اللي حروفه واضحة، مقروءة، سهلة القراءة، حتى استخدم بالإعلانات، باللوحات الطرقية موجود، لأنه هو خط واضح وسهل قراءته. خط النسخ حتى تفرع منه عدة أنواع للخطوط، كان يستخدم كمان بالإعلانات ويستخدم بعناوين الجرائد والمجلات. تم اشتقاق منه خط سموه خط النسخ الإعلاني أو الخط الصحفي، سمكوا قاعدة الحرف، وتم تفريعه لعدة أنواع من الخطوط كمان النسخ اللي حتى تتوافق مع الشيء اللي حيستخدم من أجله، يعني إن كان بإعلاني أو إن كان بالمجلات أو إن كان بلوحات إعلانية. هلأ حنكتب نحن البسملة بخط النسخ، وحنشوف البسملة اللي إحنا كتبناها بخط الديواني، وكتبناها كعدة أشكال، وكتبناها كمان بخط الرقعة، وهلأ حنكتبها بخط النسخ، ونشوف كمان جمال هذا الخط وروعته، وكيف إنه هذا الخط بياخذ امتداد معنا مو مثل بقية الخطوط. حنكتب البسملة ونشوف خط النسخ وجمال هذا الخط. عندنا حرف الباء، وعندي السين، طبعا هذا الخط مثل ما حكينا بياخذ مد، لاحظوا كيف لاحظ كيف السين اخذت هذا المد، هو المد اللي بيعطيه هذا الجمال وهذا الرونق. لاحظنا الميم، وصلت الميم مع السين. هلا عندي حرف الألف، حكينا إنه حرف الألف هو عبارة عن 5 نقط كارتفاع كمقياس. وعندي لفظ الجلالي، طبعا هذا الخط بيقبل التشكيل والتزيين، حتى التزيين كمان بيعطي جمالية، ومثل ما حكينا هو التزيين لضبط الحرف ولحتى نزين فيه الحرف، ولحتى إذا كان في عندي أنا فراغ إنه نعبي الفراغ، إذا كانت في عندي كتل عاملينها كتل هندسية بالحرف. لاحظ وصلت الحاء مع الميم. وعندنا حتى النون آخذ مد. طبعا احنا بس لا نكتب الحروف ونتدرب عليهم، ناخذ الحروف حسب مواقعها من الكلمة، بنشوف الحروف اللي بتاخذ مد معنا. هلا النون آخذ مد، كمان بنلاحظ احنا انه هذا الخط ممكن يتداخل مع بعضه وممكن يتراكب كمان الكلمات مع بعضها. نلاحظ كمان اللام وصلتها مع الراء. لاحظين كيف تداخل كلمة الرحيم مع حرف النون، وهذا التداخل كمان بيعطينا هالجمالية هي.
هاي الميم بآخر الكلمة المتصلة تعطينا هذا الشكل. هلأ احنا ممكن نضبط الحرف بالتشكيل. هلأ انا هشكل برأس الأصبع مثل ما احنا ملاحظين، فينا نستخدم ريشة أنعم للتزيين. ملاحظين حروفه فيها حدودية، هذا البسملة طبعا بخط النسخ. ملاحظين كيف اخذ مد، وجمال خط النسخ انه ياخذ مد وحروفه واضحة، بيتحمل التزيين او التشكيل بضبط الحرف، وحتى ممكن تتراكب حروفه مع بعضها او تتداخل مع بعضها ليعطينا هذا الشكل الجميل والانيق والواضح والمقروء. هذا هو حرف الطباعي يلي نحنا بنستخدمه كحروف طباعية، موجود بكل الكتب اللي بنقراها بنشوف هذا الحرف، حرف النسخي خط النسخ، وحتى باللوحات الإعلانية كمان بنشوفها لأنه قراءته سهلة. طيب حنكتب نحنا كمان جملة تانية، وبعدين حنكمل الحروف ونشوف الحرف النسخ كيف بيكون حسب موقعه من الكلمة. عندي حرف الميم، وعندنا السين مثل ما نلاحظين كمان بتاخذ هذا المال. عندي الواو بتنزل تحت السطر بهذا الشكل. وعندنا الكاف كمان بتاخذ مد. وصلت الكاف مع الميم، طبعا الكاف منها ثلاث خطوات، عندي انا هي خطوة، وعندي الخطوة الثانية، وعندنا الخطوة الثالثة اللي هو هذا الجزء. مثل ما حكينا ممكن انه نضبط بالتشكيل او نعطيه للتزيين. ممكن نحن نسطر لحتى نكمل العبارة او الجملة. لاحظ حرف الخاء، هلأ كمان حناخده بشكل مفصل. بياخد، ممكن انه ياخد مد وممكن انه ما نمده. هلأ كمان هو حرف النسخ، هو من الحروف اللينة اللي ممكن لحنا نشكل فيها مثل ما بدنا. عندنا حرف الواو، ملاحظين احنا انه الواو بتنزل مع الراء تحت السطر.
وصلت الميم مع الحاء، وهلأ ممكن احنا نمد الباء، نعطيها مد. تعطينا هذا الشكل. هلا احنا ممكن نضبطها بالتشكيل، طبعا التشكيل عطاها تزيين وعطاها كمان عطاها هذا الجمال. هذا خط النسخ مثل ما احنا ملاحظين، هو خط واضح ومقروء وجميل. طيب هلا حناخد كمان هلا احنا الحروف، عندنا حرف التاء، هنشوف حرف الباء أو التاء هنشوفه بأشكاله حسب موقعه من الجملة أو من الكلمة. نحن هنستعمل قصبة أعرض لحتى يتوضح معنا الحرف. عندنا حرف الباء، عندي هي خطوة، وعندنا الخطوة الثانية بهذا الشكل. هذا طبعا باء أو تاء أو ثاء. هلا نشوفه نقطة، تنتين، ثلاثة، أربعة، 4 نقط لحرف الباء. هلا هنشوفه متصل بكلمة، مثلا عندي مثلا باء وعندي الباء مثلا متصلة بآخر الكلمة، تاخذ معنى هذا الشكل. هون أنا عندي 3 حروف مثلا، ياء، نون، باء، وعندي ممكن إذا كان متصل مع حرف ياء أو نون تاخذ معنى كمان هذا الشكل. لاحظين أنا السطر اللي عم بكتب على أساسه هو هذا السطر اللي هو قاعدة الحرف. لاحظين قاعدة الحرف النسخ على السطر، تمام. مثل ما حكينا إنه في عندي أنا بس حرف الراء، وفي حروف تنزل عن السطر، الراء، الواو، الحاء، والخاء، والجيم، والعين، والميم. طيب هنكتب كلمات ونشوف اتصالها ككلمة. مثلا كلمة حبيب، عندي الباء متصلة بوسط الكلمة، عندي الياء، وعندي الباء بآخر الكلمة متصلة. طيب حناخد كلمة زينب، لاحظ ازاي بتنزل عن السطر، ومثل ما حكينا انا عندي 3 حروف، الياء والنون. لاحظنا كيف رفعنا الحرف الوسطاني اللي هو حرف النون لحتى يكون اعلى من الحرفين اللي قبل واللي بعد. عندي الياء، عندي النون، وعندنا حرف الباء. طيب حنشوف الكلمة بالنسبة للسطر اللي احنا كتبنا على أساسه. هاي السطر ملاحظين انه الكلمة كلها قاعدة على السطر.
هي حرف الباء بآخر الكلمة متصل. طيب حنشوف كمان بآخر الكلمة بكلمة تانية مثل كلمة عنب. عندنا حرف العين كمان احنا بنرسمه بجزئين او 3 اجزاء، وعندنا بدايته شكل هلال. وهي حرف الباء بآخر الكلمة. هي السطر اللي احنا على اساسه عم نكتب. لاحظين الحروف كلها جاية على السطر. طيب حنشوفها الباء المنفردة بآخر الكلمة مو متصلة، مثلا بكلمة شباب. حرف الشين هلا عندي الشين أنا بعطيها مد، وعندنا حرف الباء المتصل يكون بهذا الشكل متصل مع الألف. هي الباء المتصل مع الألف. هلا عندي الباء المنفصل بآخر الكلمة طبعا هذا السطر اللي هو قاعدة الحروف. لاحظين الكلمة كلها على السطر. طيب حنشوفها كمان بوسط الكلمة مثل كلمة عربي. هي عندي حرف العين وصلتها مع الراء، والراء مثل ما حكينا بتنزل تحت السطر. هنشوف الباء مع التاء المربوطة ممكن تاخذ مد بهذا الشكل. طبعا هذا السطر قاعدة الحرف. لاحظين كيف العين اجت اعلى من السطر. بس الباء قاعدتها على السطر. هاي حرف الباء بأشكاله وحسب موقعه من الكلمة. طيب حنشوف حرف الجيم كمان. هذا الحرف الجميل يلي له عدة أشكال هنكتبه بأصبع أعرض ونشوفه كحرف كامل. هلا عندي حرف الجيم المنفرد يلي بآخر الكلمة بهذا الشكل. حرف الجيم أو الحاء أو الخاء. طيب هلأ نشوف لحنا كمقياس كحدوده كم نقطة. عندي 1 2 3 4 4 نقط، مقياسه 4 نقط. طيب نشوف ارتفاع الحرف. عندي نقطة 2 3 4 5 5 نقط. هي حرف الجيم المنفرد. طيب حنشوف الجيم أو الحاء أو الخاء كمان ببداية الكلمة.
كمان بتاخد شكلين. هلا اذا بدنا نشوفها كمقياس كسطر، اخذي هذا الشكل. هلا عندنا كمان الجيم بشكل الثاني بهذا الشكل، كمان إذا بدنا نشوفها بالنسبة لموقعها من السطر اللي احنا على أساسه عم نشتغل. كمان أنا عندي نقطة، كمان عندي هون نقطة، هذا حرف الجيم أو الخاء أو الحاء. طيب حنكتب كلمات ونشوفها حسب الكلمات. هلا حنكتب كلمة حلا ونشوفها لما بتاخد مد وبتصل بعد منها اللام ألف، كون معي بهذا الشكل. هي السطر اللي انا على اساسه عم بكتب هذا السطر، هي قاعدة الكلمة. طيب حنشوفها بكلمة احمد. باتصالة مع الميم. الحاء باتصالها مع الميم بكلمة أحمد. طيب حنشوفها كمان الميم قبل حرف الجيم بكلمة أمجد. عن اتصالها مع الميم نلاحظ كيف أخذت هذا الشكل واتصالها مع الدال. هلأ حنشوفها بشكل تاني الجيم، اتصالها مع الميم كمان بتاخد شكل تاني. هلأ ممكن انا الميم اني انا اكتبها بهاي الطريقة فبتركب تركيب الجيم بهذا الشكل. لاحظنا كيف اخذت كمان شكل تاني. لاحظنا كيف أخذت هذا الشكل وأخذت هذا الشكل. طبعا كمان حرف الجيم حسب اتصاله بالحرف اللي قبله أو اللي بعده فإله عدة أشكال. هلا بدنا نشوف كمان موقعها من السطر الجيم أو الكلمة كلها. نلاحظ هي السطر اللي هو قاعدة الحرف، نشوف موقعها بالنسبة للسطر. هي حرف الجيم
أو الحاء أو الخاء. طيب حنشوف اتصال هذا الحرف مع بقية الحروف، يعني مثلا مع الباء هي الجيم، مع الباء أو التاء أو الثاء. كمان عندي اتصاله مع الحاء، حناخد عليهم أمثلة كمان ونشوفها كيف لاحظنا كيف اتصالها بهذا الشكل. طبعا هي إلها اتصال تاني هلأ منشوفها بالكلمات. هي حرف الحاء أو الجيم، وعندي اتصالها مع الراء كمان تاخذ هذا الشكل. وعندنا اتصالها مع السين، وكمان اتصالها مع الصاد. هو حرف الجيم أو الحاء هو حرف واضح بالنسبة لخط النسخ. كمان كرسم وككتابة في سهولة حرف الجيم أو الحاء. لاحظنا الصاد تركب التركيب بهذا الشكل، عندنا مثلا كلمة خط كمان مع الطاء. مع العين يلي بآخر الكلمة المتصلة، شوفها كيف تاخذ معنا هذا الشكل. طيب نشوفها مع الفاء يلي بآخر الكلمة، هي مع الفاء اللي بآخر الكلمة المتصلة، متصلة مع حرف الفاء. طيب نشوفها مثلا مع حرف القاف بآخر الكلمة، مثلا كلمة حق هي بآخر كلمة. كمان حنشوفها مع الميم، متصلة مع الميم، الميم يلي بآخر الكلمة عنا بهذا الشكل. وعنا مع الميم يلي بتكون لتحت السطر، الشكل الثاني للميم بهذا الشكل. طب نشوفها مع الواو، كمان مع الواو بهذا الشكل. مع الياء أو الألف المقصورة، لاحظوا اتصالها مع الياء. هلا عم نلاحظ نحن انه في مسافة بالنسبة لوصلة الحرف مع الحرف، يعني لحتى الحرف يمسك الحرف فبده يكون العين مرتاحة لما نشوف اتصال الحروف مع بعضها.
وعندنا مع الياء اللي بتاخد مد كمان، هدول حنحكي عنهم الحروف يلي بياخدوا مد مع الياء المتصلة يلي بتاخد مد بهذا الشكل. هي الياء أو الألف المقصورة اللي بتاخد مد، هذا تقريبا اتصال حرف الجيم أو الحاء أو الخاء مع بقية الحروف، مع الباء مع الجيم مع الراء مع السين مع الصاد والطاء ومع العين والميم، مع كل الحروف تقريبا اتصال حرف الجيم أو الحاء. طيب حنكتب كمان جمل ونشوف، أو كلمات، حنكتب كلمات ونشوف كمان الجيم كيف بيكون شكلها باتصالها مع بكلمة، لأنه اتصالها مع كلمة بتختلف من كلمة لكلمة حسب الشكل اللي احنا بدنا نكتبه فيه. حنكتب كلمة الجمهور، نلاحظ هلا احنا اللام كيف عم تكون بوصله مع الجيم، ملاحظين هلا لها شكل تاني كمان حنكتبه. الواو بينزل تحت السطر، والراء كمان بينزل تحت السطر. السطر قاعدة الحروف، هي قاعدة الحروف، السطر اللي احنا عم نكتب على أساسه، هي كلمة الجمهور. هلا ملاحظين احنا الجيم مع اللام ببداية الكلمة كيف أخذ هذا الشكل. هلا عندنا شكل تاني بخط النسخ ممكن نكتبه للجيم. هلا عندنا الشكل كمان بتاخذ معنا هذا الشكل، لاحظين كيف اختلفت اللام، عندي هون اخذ هذا الشكل وهون اخذ هذا الشكل مع اللام، هون تركب التركيب مع اللام. نشوف كلمة كمان بهذا الشكل حرف الهاء، الواو بينزل تحت السطر، وعندي الراء كمان تحت السطر. هذا اللي بيخليه يختلف عن خط الرقعة أو الديواني، وغالبا ما يصير بيصير في التباس بين خط النسخ، الخط اللي احنا بنقراه من الكتب، وبين خط الرقعة. خط النسخ الواو مفتوحة والواو بتنزل عن السطر، ولكن بخط الرقعة الواو مطموسة والواو بتجي على السطر. هلا انا السطر اللي انا كتبت على اساسه هو هذا السطر اللي هو قاعدة الكلمة بهذا الشكل. لاحظنا كيف الجيم اختلفت، الحرف اللي قبله بيوصله مع حرف الجيم. هلا عندنا شكل ثالث كمان ممكن نكتبها بهذا الشكل، وصلة مع الجيم، لاحظنا كيف اختلف. هلا هون الحروف كلها أنا حركبها، حتى الهاء هون احنا ممكن انه نركبها تركيب لحتى تعطي هي كناحية جمالية.
كمان هون عندي الواو نزلت تحت السطر مع الراء. هلأ السطر هي قاعدة الكلمة، بس ملاحظين كيف انه الحروف هون تركبت تركيب بهذا الشكل. لاحظنا كيف ثلاث اشكال للوصل اللام مع الجيم، اخذت ثلاث اشكال. طيب حنشوفها مع حرف الباء بكلمة بحب. هي حرف الباء، عنا وصلت الحاء بهذا الشكل، وعنا الباء بآخر الكلمة. كمان تنكتب بشكل تاني بكلمة بحب، حنشوفها كمان بتنكتب بهذا الشكل. هي الباء وعنا الحاء. لاحظنا كيف اختلفت بين الباء والحاء بهذا الشكل، وعندي الباء والحاء كمان بهذا الشكل. طيب حنكتب كلمة تحية، وكمان نشوف كمان بحرف التاء بتختلف. هلا كلمة تحية هي التاء كمان تنكتب معنا بهذا الشكل. حنكتب تاء المربوطة، حنكتبها بشكل تاني بهذا الشكل. هي تحية. هي التاء مع حرف الحاء. هلأ طبعا السطر اللي كتبنا على أساسه اللي احنا عم نوضح، لأنه هذا السطر أساسي بالنسبة لكتابة كل أنواع الخطوط. لازم يكون في سطر هو قاعدة الحروف لحتى احنا نكتب على أساسه. هلأ أي كلمة تحية، لاحظنا وصلت التاء مع الحاء. هلأ كمان ممكن تنكتب بشكل تاني التاء مع الحاء، ممكن نكتبها بهذا الشكل. لاحظوا وصلتها مع الحاء، هي كمان تحية. عنا التاء، لاحظنا كيف اختلفت التاء، انكتبت بهذا الشكل وبهذا الشكل. سواء كانت باء او حتى تاء، لاحظنا كمان انا عندي هون بكلمة بحب، وكيف هون كتبناها بحب. هي وصلت الحرف اللي ما قبل حرف الحاء او الجيم او الخاء. حنشوف هلأ كمان عنا حرف السين، كمان هذا الحرف يلي كمان شكله جميل وكمان في رسم هذا الحرف. حناخد ريشة أعراض بس لحتى نوضح شكل السين، حرف السين. هلأ عنا حرف السين المنفرد كمان بنكتب بهذا الشكل. وبعدين عندي هي الخطوة الثانية، وعنا كأس السين بهذا الشكل. هلأ عندي أنا هون المسافة تقريبا نص نقطة، وهون أنا عندي نقطة. لاحظينها
كمان عندي حرف الجيم نفسه. هاي كأس الشي. لاحظين هلا بنشوف نحن هون عندي السين مع حرف الحاء، هنشوف شكله السين مع حرف الحاء. لاحظين كيف الوصل للسن الأول الثاني الثالث أخذ هذا شكل الأنطرة، وبعدين أنا باخذ اتصاله مع حرف الحاء. هي حرف السين. طيب مع حرف الميم، مع حرف الميم كمان ممكن ناخذه بهذا الشكل سن اثنين الثالث، بناخد الوصل حرف الميم اللي هو الميم اللي بتاخد هذا الشكل. طيب مع حرف الهاء كمان هي خطوة، وبعدين هي هي، وعندي حرف الهاء تاخد معنا هذا الشكل. طبعا الهاء احنا عم نحكي على الهاء هي، لكن في شكل في شكلين لسه ممكن ينكتب لحرف الهاء. سن اثنين الثالث اخذ هذا الشكل الانطره مثل ما حكينا، هون نص نقطه وهون تقريبا نقطه. طيب مع حرف الياء السين مع الياء كمان اخذ هذا الشكل، وكمان سن اثنين أنطرة لناخد في حرف الياء. هي حرف الياء أو ألف مقصورة. هي اتصالات السين مع الحاء مع الميم مع الهاء مع الياء أو الألف المقصورة. طبعا حرف السين في كمان ملاحظين في رسم وفي القاعدة مثل ما حكينا، أول سن عندي نص نقطة تقريبا الفراغ، السن الثاني تقريبا نقطة الفراغ ليعطينا هذا الشكل برسم حرف السين. يمكن الوقت خلاص وحنكتفي اليوم بحرف السين، ونتابع بقية الحروف بحلقاتنا القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم الفائدة بهذا الحرف خط النسخ. دمتم بخير وإلى اللقاء.